الوقت ده كمان بيتزامن على عودة أولادنا للمدرسة. أنا كنت لسه من قريب بتكلم مع ابني بقول له بقى إيه؟ متحمسين بقى نرجع المدرسة بقى إيه؟ جاهز؟ حدث خطر. إيه؟ إيه؟ ومخضوض وكده، فأنا بقول له إنه يعني أنت فاكر إن أنت يعني كل مرة هي آخر مرة خلاص يعني؟ فهو طبعًا واضح إن ابني بيحب المدرسة جدًا، بس أنا ما أخدتش الأجازة قوي بالذات في التدريس. إزاي؟ يعني إحنا كنا بنذاكر تقريبا 5 مرات في الاسبوع في العطله باخد درس معاه مره في الاسبوع، مش عشان انا عن نفسي ولا انا مقتنعه، بس هي مدرسه قالت لنا لازم نعمل كده. فانا بشوف الصراحه انه مش المفروض المدارس تحط البريشر ده على الاهالي، انه مش ملزوم مننا ابدا، فيا يشيلوا من علينا المشكله دي يا يدونا مرتبات في الاجازه. صحيح. يعني وعايزه ادي نصيحه مهمه جدا للامهات اللي بالذات اللي هم مدخلين عيالهم لأول مرة المدرسة، حاولوا تتجنبوا جروبس الأمهات بتاعت المدارس. يعني ليه؟ بس خشوا الجروب بتاع الفصل. يعني أنا عندي جروب اسمه كرتونة مية، ليه؟ بس أقول لك حاجة يا شيرين، أنا أختلف معك بصراحة. أنا جروب الأمهات جروب جدا مهم، يعني أنا كامرأة عاملة وأسافر كثير حالي حالكم، أكيد أنه في أشياء كثيرة تفوتني من اجتماع أولياء أمور، بعض المرات عيالي جل من لا يسهو ممكن ينسون ورقة الامتحان، يمكن ينسون كتابهم، والله ما في أسهل منها مباشرة أدخل الجروب أقول لهم عليه اسمحوا لي والله ولدي ناسي لنفرض ورقة العمل، ممكن تبعثونها؟ والله بسرعة يبعثوا لي. يعني أنا بصراحة مفيد عندي جدا، وبصراحة أشكرهم من كل قلبي. يعني أنا أتوافق بين الطرفين بصراحة، يعني يمكن الأفضل أني أختار نوعية الجروبز، يعني أكون متشاركة بجروبات اللي هي راح تضيف لي مثل ما قلتي تذكرني بموعد الامتحان، بواجب ناسيته، خصوصا بالانشغال اللي احنا دنمر به. لكن بنفس الوقت صحيح أكو جروبات أعياد الميلاد، العزومات، مشكلة حدثت لطالب فإحنا نسوي جروب عشان نروح يعني نضرب أو نشتكي أو، فهذا الشيء مرات بحياتنا السريعة صعب تواكبي، يعني صعب نظل إحنا نرد على هاي المسجات يمكن أوقات الفراغ جدا بسيطة وأريد أقضيها بالوقت الأهم. بالضبط، فهذا اللي أنا أشوفه. أنا أتفق معك، أنا بالنسبة لي الجروبات الكثيرة متعبة وفارغة بعضها، فأفضل أنقيها تنقايا. شيء ثاني كثير أنا مبسوطة فيه، أنه أنا دحين عودة المدارس هي سنة أولى ابتدائي لولدي أحمد ما شاء الله، وسلمان أول مرة يخش حضانة، أنا دخلت كلام نواعم وسلمان كان عمره 6 شهور، فالآن عدت ما شاء الله تقريبا سنتين ونص على البرنامج، فذكرني هذا الشيء. وكان أول يوم أحضر الحلقة هذه كنت لابسة بدلة زهري، وكان أول مرة واليوم لابسة زهري كنت خايفة، يعني دخلت المدارس ذكرتني في العمر اللي أنا قضيته في البرنامج، عمر صار 2 ونص بس طبعاً ما شاء الله، وبالأخوة والصداقة اللي بنيتها مع التيم والإعداد، فذكرى حلوة.